معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر اخبارك ايه؟ حبيبي كريم حبيبي وحشني. عامل ايه انت اللي وحشني جدا جدا. انا عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك حاجه بالمناسبه، يعني قول. كنت بفرج اصدقائي امبارح طلع لي في الميموريز على الفيسبوك فيديو بتاع حضرتك وانت جايب العربيه وجايب لي الفطار انا وعم حسين طيب الذكر. فاكر الفيديو العظيم دوت؟ ايوه شفت لما وديتني مشوار عشان اجيب لكم فطار. عشان انت يعني كنت مدلعنا بصراحه. وحشنا يا كابتن عبد الظاهر، اخبارك ايه؟ حبيبي حبيبي والله، وانت كمان والله الحمد لله. يا رب دايما. فيوتشر النهارده اداء جيد، كنت اتحدث بدايه عن باسم علي كمان، الراجل اللي حظه وحش في الكوره رغم الموهبه الكبيره اللي عنده، وبقول انه ربنا يحميه هذا الموسم يفضل مأدي المستوى الرائع ده مع فيوتشر السنه دي. اضم صوت لصوتك طبعا باسم، كمان غير كده كمان الشخصيه، يعني الشخصيه صحيح. المحترمه المؤدبه مع اسمه الكبير ده، بس ما تسمعلوش صوت، يعني دايما كده اروح اهزه عشان يتكلم، يعني حد جميل جدا وحد كمان من اللعيبه الكبار زي ما انت بتقول يعني. صحيح. في رضا عن مسمينه الفراشه، خلي بالك الفراشه. الفراشه طبعا، هو فراشه بصراحه، يعني اداؤه في الملعب فراشه. فراشه. فيوتشر في رضا عن اداؤه السنه دي؟ يعني راضي على الاداء فيوتشر؟ هو ده الطموحات، هو دي النتائج اللي انتوا كنتوا عايزينها، ولا متضايق من النتائج او الاداء؟ لا طبعا من النقط، لا طبعا ما فيش شك ان النقط هايله جدا، يعني حلو. بدانا احسن من السنه اللي فاتت بشكل كبير جدا، مع ان احنا كسكواد او مجموعه من اللعيبه كنا دايما عندنا نواقص في كل ماتش بسبب الاجهاد، وسبب ان احنا ما ريحناش كفريق يعني بعد السيزون اللي فات طبعا. كان مجهود كبير جدا طبعا الماتش السنه اللي فاتت. لا طبعا رضا على النقط، لكن طبعا الاداء والشخصيه موجوده الحمد لله رب العالمين، لكن كاداء لسه دايما الكابتن علي او احنا دايما بنذبح من الاحسن من كده، دايما بنذبح الاداء والاهداف واللي احنا عودنا عليها الناس من السنه اللي فاتت، لكن الاصابات اللي عندنا هي اللي فعلا مأثره علينا بشكل كبير جدا. صحيح. المنافسه الموسم الماضي على المربع الذهبي، الموسم ده نفس الطموح؟ اكيد طبعا، اكيد الموسم ده طبعا ان انت تبقى دايما محافظ على مكانتك وعلى على على مع الكبار زي ما بيقولوا على المربع الذهبي، وان انت تكون موجود دايما في المنافسه، وان انت دايما ما تبقاش تقل عنها. صحيح. وان انت حتى وانت ناقص وانت مش كويس ما تخسرش، وده شيء مهم جدا خلي بالك، وده من صفات اللي احنا اكتسبناها السنه دي عن السنه اللي فاتت، ان انت صحيح. وانت حتى عندك نواقص ومش في حالتك ما بتتغلبش، بتكسب بتتعادل، يعني الحمد لله 7 ماتشات 5 مكسب و2 تعادل فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وتعب طبعا الجهاز الفني واللاعبين طبعا، لكن انت عرفت طريق الفوز وازاي تكسب، وازاي الثلاث نقط في الوقت ده يا كريم مهمين جدا 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 جدا، وخاصة النهارده كنا بنلعب فرقة كبيرة، فرقة دخلنا الموسم بشكل تاني خالص تماما، بيحققوا نتائج هائلة جدا، عندهم مفاتيح لعب وعندهم هداف الدوري، وطبعا النهارده كنا احنا مذاكرين وهم مذاكريننا بشكل كبير جدا. بحيي نادي المحلة، نادي كبير ونادي عريق، عامل لحد الآن موسم هائل جدا. صحيح. كان صعب جدا النهارده على الارض، لكن كانت وجبه كرويه كويسه جدا جوه الملعب تكتيكيا يعني. مظبوط. طيب عايز اسالك على ناصر ماهر، ما بيشاركش ليه؟ غايب ليه؟ لا ناصر كان عنده حس بالاصابه القديمه، الكابتن ريحه لفتره شويه، وبعد كده دخل في تاهيل تأهيل البرنامج التأهيلي بتاعه عشان ينزل ماتشات، لكن الحمد لله من الأسبوع الجاي يكون معانا بإذن الله إن شاء الله. مجموعة الكونفدرالية، معاك بيراميدز ومعاك الجيش الملكي، مشاركة أولى الفيوتشر في هذه البطولة، مجموعة قوية جدا بالتأكيد، وعينيكم عليها. طبعا مجموعة قوية، معاك فرقتين سواء الجيش الملكي سواء بيراميدز، طبعا الاثنين فرقتين كبار، بيراميدز وصل النهائي وعمل مباراه كويسه جدا في الكونفدراليه ووصل لمرحله كبيره جدا، الجيش الملكي
له تاريخه بقاله سنتين متطور بشكل كبير جدا. هو اول الدوري حاليا من 8 ماتشات، يعني هو اول الدوري على الوداد وكل الفرق وعامل مباراه هايله جدا، ففرقه كبيره برضو. دكار برضو فرقه مش سهله خالص، تاني الدوري بتاعها صعوبتها طبعا عندهم انت عارف افريقيا والاجواء بتاعت افريقيا، لكن احنا سنه اولى افريقيا والحمد لله لحد الان احنا نوصل للمجموعات، ده انا شايفه ان هو حاجه كويسه، لكن احنا ان شاء الله رب العالمين نقدر نوصل لابعد حاجه باذن الله. طبعا بيراميدز ومعانا طبعا بيراميدز طبعا بتصعب الماموريه على الكل، واحنا كمان فان شاء الله نصعد احنا الاثنين باذن الله ان شاء الله. هل طلب النادي الاهلي قطع ايرادات اي من لاعبي كريم نيدفيد، مصطفى البدري، سعد سمير في يناير، ولا الامور اللاعبين يعني مستمرين مع فيوتشر؟ لا لحد الان ما فيش حاجه وصلت، ما فيش حد اتكلم معاك؟ لا لا مش حد لسه. طيب كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساقه المدير الرياضي لنادي فيوتشر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ودايما اتحدث عن منظومه نادي فيوتشر انها منظومه ناجحه جدا عشان كل واحد في المنظومه دي بيشوف شغله بطريقه سليمه. اسم كبير بالتاكيد الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساقه، ومعاه مدير فني رائع جدا الكابتن علي ماهر، ومجموعه رائعه جدا من اللاعبين.